أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن 71 شهيداً و106 مصابين. وأعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 33,970 شهيداً و76,770 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم. طب هذا